ونبدأ نرسم أول حاجة هي ال normal force diagram. ونبدأ ال normal force diagram زي ما احنا اتفقنا معلومة الأولانية اللي خدناها مع بعض اللي بتقول ان انا مهتم فقط بالفورسز في اتجاه البيم بتاعه واتجاه الاليمنت اللي انا هرسم عليه. فهبدأ من خلينا نبدأ من الطرف الحر. فلو بصينا من هنا كده هنبدأ من على الشمال او من على اليمين. لو بدأت من على الشمال هلاقي ان ما عنديش فورسز فتبقى القيمة هنا بصفر، وهفضل ماشي على في اتجاه الاليمنت بتاعي مش هلاقي اي فورسز في اتجاهه، فيبقى تقفل عندي في الاخر بصفر. المعلومة التانية اني عند نهاية الاليمنت اللي انا شغال عليه او الممبر اللي انا شغال عليه جوه الفريم لازم هقفل النورمال فورس دياجرام والشير فورس دياجرام بتاعتي لصفر. ايه السبب؟ لان هي بتعبر عن توتال اللودز الناحية التانية اللي جاية من الممبرز الباقية زي ما احنا اتفقنا في الاول، فيبقى هنا دي تساوي صفر. لو جينا بدأنا من عند ال AB وشفنا اللودز اللي في اتجاه الـ، فانا مش هلاقي غير الفور تونز اللي هي بالنسبة للسكشن ده هي بتضغط على الاليمنت. بتضغط يعني بتعمل كومبريشن، كومبريشن يعني نيجاتيف بالنسبة لي. فهاجي وارسم هنا الفور تونز بتاعي، رسمتها هنا رسمتها هنا مش فارقة، المهم اقول للساين. طب هل انا عندي اي لودز في الاتجاه ده بارلل للبيم؟ وانا ماشي كده على الاليمنت مش هلاقي اي لودز لغاية بوينت بي اللي هي نهاية الممبر، وزي ما اتفقنا عند نهاية الممبر هقفل اللود بتاعي ومنساش اهاتش واقول ان دي نيجاتيف هنا 4 تونز. طيب نيجي بقى للاليمنت المايل ده. انا ممكن ابدأ من على اليمين، بس لو بدأت من عند بوينت بي يبقى لازم اقطع سكشن وارسم التوتال الايه توتال ليفت. مظبوط نفس الكلام، لو انا بدأت من على عند سي فلازم اقطع واخد توتال ريت. ايه الاسهل؟ طبعا الاسهل ان انا احسب من عند اللودز اللي انا حللتها خلاص وجاهزه معايا، فاحسب من عند الرايت. طب نورمال فورس وهبدأ من عند الرايت وهقطع. خلي بالك ان وانا شغال انا ببص على الاليمنتس فقط اللي في اتجاه الاليمنت بتاع الفورسز اللي في اتجاه الاليمنت بتاعي. فلما هقطع هنا في الاول هلاقي عندي 9 اوفر 5 تون. بتعمل ايه؟ بتشد الممبر، تشد، يبقى هطلع بقيمة 9 اوفر 5 تونز اللي هي تقريبا 1.8. مظبوط 1.8 تونز. محتاج امشي في اتجاه الممبر وهطبق القاعدة بتاعت جو with the flow. فوانا ماشي خلي بالك ان اللود ده اتعمل له ريزوليوشن، distributed load ده اتعمل له ريزوليوشن بطول الممبر ده، اتعمل له ريزوليوشن perpendicular على الممبر ده برضو بطول. فده معناه ان انا مش هقدر ارسم line constant. انا مضطر اجي هنا وارسم اللاين بالمنظر ده لغاية لما الاقي ال 3 tons هتقابلني. طيب ال 3 tons دي هل هي في اتجاهي في اتجاه الفرصة الاولانية ولا عكسها؟ هلاقي ان ال 3 tons دي في عكس ال 9 over 5 ton. ده معناه ان انا هتحرك العكس، يعني انا هنا طلعت يبقى انا مضطر انزل، يبقى 1.8 minus 3 هتنزلني لغاية ال 1.2 حاجة هنا في المنظر ده، واكمل برضو distributed، هكمل dotted لان كل ده انا مش عارف القيمة بتاعته. ده يعتبر distributed load، فاقول ان دي 1.2 tons لغاية اخر الاليمنت. ما لقيتش اي concentrated loads تانية او اي loads تانية غير الديستريبيوتد المايل بالنسبة لي، فهقفل عند 1.2 ton.
بعد كده النورمال زي الشير بالظبط، فديستريبيوتد لود في النورمال فورس دياجرام او شير فورس دياجرام كان لينير، فهيبقى هنا امسك البوينت دي واوصلها بالبوينت دي لينير، مانساش اعمل هاتش، الفورس هنا كانت بوزيتيف والفورس هنا كانت نيجاتيف، وده كده رسمة النورمال فورس دياجرام. طب نيجي للشير فورس دياجرام،